النازحون في المخيمات أكثر من يدفع فاتورة الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي على اليمن واليمنيين منذ 9 أعوام، فبعد أن شردتهم من مساكنهم كدست الأحياء والمناطق بالمتفجرات، وبات من الصعب عودة النازحين إلى مساكنهم ليصبحوا ضحايا للحرائق وتقلبات الطقس القاسية والأمطار والسيول، في ظل قلة الدعم الإغاثي الذي عجز عن احتواء الوضع الإنساني في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة مع تزايد أعداد النازحين الملتحقين بها. فخلال العام الجاري تضررت أكثر من 20,000 أسرة نازحة تضم 142,000 نازح في 19 محافظة بالأمطار والسيول الجارفة التي فتحت لهم بابا جديدا من التشرد والمعاناة، وضاعفت من عودة الأوبئة والأمراض المعدية مثل الملاريا وحمى الضنك التي باتت تهدد حياة الأطفال الذين يعيشون في أجواء صحية معقدة وسوء تغذية وانعدام شبه تام للأمن الغذائي. ورغم الاستجابة الإنسانية من اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي، غير أنها لم تستطع سد الفجوة التي تضررت فيها عشرات الآلاف من النازحين، وسط دعوات متتالية تطلقها المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى مضاعفة الدعم للحد من هذه الكارثة التي تضاف لبقية الأزمات من يدفع اليمنيون فاتورتها الباهظة في مختلف أنحاء البلاد. وتتهم المنظمات الحقوقية الميليشيا الحوثية باستغلال معاناة النازحين من الأمطار في مناطق سيطرتها لجمع المزيد من الأموال وفرض جبايات وتبرعات إجبارية بمسمى الاستجابة الطارئة للمتضررين دون أن تصل تلك التبرعات إليهم، ما انعكس على حياة النازحين في مناطق سيطرة الميليشيا كالبيضاء وحجة والحديدة التي تعاني سنويا من هطول الأمطار الغزيرة، وسط حجب كبير للمعلومات عن معاناة النازحين هناك من قبل الميليشيا.